لم يسجنوك وفي الأوهام قد سجنوا أيا أمينا عليه الشعب يؤتمن لم يسجنوك وفي عينيك بوصلة متى أشارت إليها يزحف الوطن اعتقلوني طوال حياتي اعتقلوا زوجتي اعتقلوا إخوتي اعتقلوا ابني مجتبى ذي 18 ربيعا واعتقلوا بعده بنتي نبأ ذات 5 أعوام ليس لكم شرعية شعبية لو وضعتمونا جميعا في السجن لن نعطيكم هذه الشرعية ضميرك الحي الأبي ثار بوجه الكاذب حراني فاق الأنظمة صوتك أدمى صمتهم أقامهم أبعدهم إذ قلت لا موسى وما هل تسقط المؤامرة على أوالى الطاهرة فالشعب أعلى كلمة وأطلق قائدنا وأرجع رموزنا إن يديكم آثمة يا فانتهاكات ظلم وإجرام أحكام إعدام ومسرحيات إنما هذه هي عقيدة الوفاق وقيادة الوفاق وهي على استعداد لبذل النفس ولبذل الحرية ولبذل المال ولبذل كل غال ورخيص من أجل أن ينال هذا الشعب حقوقه ومن لا يؤمن بذلك فليتفضل ففي الساحة 1000 شجاع وشجاع سيتحدث من لا يؤمن بالشهادة ويؤمن بالتضحية ويؤمن بالسجن ويؤمن بكل ما يلزم من أجل أن ينتصر هذا الشعب فليتخلى عن هذه الساحة وسيأتي من يحملها ويصل بالراية حتى نهايته هكذا عقيدة الوفاق وهكذا عقيدة هذا الشعب شعب المضحين انتفض قف ثائرا كي تعترض لن تخسر اليوم الرهان اسقط حسابات الدول بالله يا شعب الامل فالشيخ صمام الامل اقسم برب العزة وارفع شعار الثورة الموت اولى للهوان يا شيخنا لن نسلمك اكرمتنا ما اعظمك والان حان الامتحان أنت الضمانة لك الوفاء لك العطاء لك المكانة ديانتكم محترمة على جثتي أن يمس أحد من أبناء السنة هنا وأنا في هذا البلد هو الأمين والوفاق أغلق أبواب الشقاق رؤياه كانت صائبة سد ثغور الفتنة وصان أمن الدولة رد الدعاوى الكاذبة كان لكل الشيعة كما لكل السنة لم تبدو منه شائبة يا تهما المزورة أين الثريا والثرى عدالة مغيبة يا شيخ نبيك بالروح والدم للنصر ثورة تطلب ثأره وليس تهزم إن كل ضحية تضع على هذا الطريق خطوة إلى الأمام وتمنع إمكانية العودة إلى الخلف أبدا فإن أردتم أن تحثوا خطى هذا الشعب فزيدوا من ظلمه ومن شهدائه فسوف يسرع أكثر إلى نيل حقوقه وانتزاعه